لا تعقد حجاجك يا ابو خالد وخذها دوب دوب للشام عب الحجم تبغي او سواته بالسجال شكل الخريطه في حاجه لتعديل منصف للشعوب حول بنا التاريخ وابشر بالرجال وبالحبال شيباننا قدامنا ومن خلفنا عيال تنوب وماتهم فطمنهم بين البنادق والنبال متلبسين اخوانهم لنفصل بلي جيوب ولا يسمعون الا حياض الموت لا نادى التعال متسفرين بالعلم من خاطر يشفقوا رحوب بيكاتهم فظهورهم ملوا وهم تحت الظلال روح بنا وروح بهم يا محمد العمر محسوب في الجو طيارين خذنا من نساء ومن رجال ونداهمنا البارجات وصار طالب ومطلوب شلت جنودك نهمة اليامال وركة الاتقال